تمضي السنون وتنقضي الأيام، والناس تلهو والأنام نيام، والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكروا القرآن والإسلام. والمال أصبح جمعه كتهجد، وتمتع الشهوات صار قيام. قد زين الشيطان كل رذيلة، والناس تفعل ما تريد حرام. يا نفس يكفي، فالذنوب كثيرة، إن الغرور يسبب الإجرام. هل تعلم اليوم المحدد وقته؟ الله يعلم وحده العلام. ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام؟ هذا السؤال فهل علمت جوابه؟ ماذا تجيب إذا نطقت كلامك؟ ماذا نصيرك إن روحك غرغرت؟ جاء المفرط كي يقول ختام. اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام.